من الألمان نعينهم، من المواطنين ذاتهم نعينهم. يعني المفروض الإسرائيليين الفلسطينيين أصلا ما نقف عنهم سيء، إننا واحد إسلامية وأخواتنا يعني. يعني ده نقص شديد على الإسلام، يعني يكون الإسرائيليين يضربون بكمية زي دي، والإسرائيليين يعني ما ينضربوا ولا تحصل لهم أي حاجة، والعالم العربي يسكت. والله مصيبة كبيرة شديد، مصيبة كبيرة يعني، وما صعبة شديد. الأطفال الشياب البتاع يضربون بيضرب بأسلحة محرمة، يعني المسألة دي مسألة ما مقبولة أبدا. بيقولوا مالك دينك عرضك، فهو ده الدين وده العرض وده المال. فهي كان نوع الدولة اللي هي مظلومة بغض النظر عن هي دولة إسلامية، الناس تقف معها وقفة واحدة. لما وقفت هناك تقف هنا مع الشعبي، والناس تظهر إنه في مرونة وفي عندها الرغبة إن هي تقف مع الناس وشغالة بالأحداث وبتعاين فيها وتتابعها. يعني الناس ما المفروض تطنش أي خبر إلا يقوله في بلدك أو في بيتك أو في حتتك. نحن اللي نرفع لهم بس الدعوات، نحن نرفع دعوات، لكن ما عندنا شيء نعمله. كل المسؤولين، كل الحكومات، كل العرب، كل الملوك غير إدان والشجب ما فيش، بس كل حاجة نعرفه. جب الشعب رؤساء جبال الشعب يعمل إيه؟ أو الأردن قائمة، المسلم الوحيد أردوغان، الرئيس الوحيد المسلم أردوغان، ثاني ما في رئيس مسلم ولا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غيره.